ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نقاهن من كل أذى وريبة ومن الأدناس والمكاره، لا في الشكل ولا في الطباع، فما في طباع ذميمة ولا في غير قاتلة ولا في حقد ولا في حسد، وليس هناك جشع ولا طمع، مقصورات في الخيام محبوسات لأجل الزوج، ما في طلوع وخروج، إذا جاء وجدها. لا يمكن واحد في الجنة يجي البيت ما حصل زوجته. والله سبحانه وتعالى قال يعني وصفهن بأنهن قاصرات الطرف، فلا تنظر إلى غير زوجها أصلا، العين لا تمتد إلى غير الزوج. وكذلك فإن هذا النعيم يعني من جهة الوصول إليه يعطي الله قوة فيه، يعني يعطى. نعم، على الشيخ محمد يعني كما أشرت أنها عينها في زوجها فقط، لكن حال اليوم لا يعكس ذلك. لا الزوج في زوجته فقط ولا الزوجة في زوجها فقط إلا من رحم الله. يوجد من الأتقياء الأنقياء من لا يتعدى بصره زوجته، نعم، ويوجد من التقيات البارات الطيعات من لا يتعدى نظرها زوجها. لكن يعني صارت الآن في الأسواق والأشكال والأفلام صار النظر مطلق، الإنترنت